ما زلنا معكم مشاهدي بيت للكل من على أحد أسطح أهل فلسطين الطيبين، وفي الخلفية المسجد الإبراهيمي. ما زلنا معكم في محافظة الخليل، كما تحدثنا عن الرمز الديني والتاريخي لهذه المحافظة، ولكنها أيضا رغم كل هذه التفاصيل نستطيع أن نطلق عليها بأنها محافظة أيضا صناعية، فيها كثير من الاهتمام والصناعة والإعمار. فلذلك ضيوفنا في هذه الفقرة يتحدثون عن هذه الموضوعات. أرحب بالسيد عبدو إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. أهلا بحضرتك، مشرفنا. وأيضا أرحب بالسيد عماد حمدان، مدير عام لجنة أعمار الخليل. أهلا بحضرتك ومشرفنا. لكن قبل أن نتحدث إلى ضيوفنا، هناك تقرير مهم كان يحكي عنه زميلي العزيز خالد، وإليه الكلمة لأنه سيحكي أكيد بالتفاصيل. تفضل. معلش، اولا لانا وشافكي بيحكوا يعني طغت لديهم لغه العاطفه على لغه صحيح. الكلام. انا شخصيا اعذرهم، لانه احنا في حضره المكان، ودائما في حضره المكان تسقط كل الالقاب وكل الصفات وكل المسميات. في كل الاحوال، شارع الشهداء واحد من ابرز معالم الخليل، التجاريه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، الاخلاقيه، الانسانيه، سموا ما شئت. هذا الشارع كان يشكل عصب المدينه. بالمناسبة مدينة الخليل هي وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية بأتم المعاني، وأعتقد أنه الكثير من المشاهدين المحليين يدركون هذه الحقيقة، لكن هذا تنويه لمن يشاهدنا من إخوتنا العرب على امتداد الوطن العربي الكبير. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن شارع الشهداء وعن أجزاء مدينة الخليل الأخرى، بعدها نتواصل معكم لنكمل هذا الجزء من بيت للكل. بدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1968 بعد النكسة مباشرة بالقضم الاستيطاني للبلدة القديمة بمدينة الخليل وتقطيع أوصالها، حتى أصبح قلبها النابض خالياً أشبه بمدينة أشباح، تنهشه 5 بؤر استيطانية وتعزل أحياءه، يقطنها حوالي 800 من غلاة المستوطنين، يقوم بحراستهم 1500 جندي إسرائيلي يوقفون تدفق الحياة الطبيعي للفلسطينيين من خلال 40 بؤرة عسكرية وعشرات نقاط المراقبة. حال سوق البلدة القديمة بمدينة الخليل يعبر عن التوحش الاستيطاني فيها حد الموت، فكل الطرق المؤدية إلى السوق مغلقة: قنطرة الحمام، سوق اللبن، خان شاهين، طريق المتحف، ومدخل الحرم، إضافة إلى شارع الشهداء المغلق بالكامل والممنوع على الفلسطينيين فتح المحل التجاري المتواجد فيه بكثافة منذ أن أغلقه الاحتلال بحجة الحفاظ على أمن المستوطنين. مدينة مليونية يعيث فيها الاحتلال قهرا وظلما، باحثا عن أبعاد توراتية وأساطير تلمودية. فبعد المجزرة التي ارتكبها المجرم باروخ جولدشتاين بحق الساجدين الراكعين في المسجد الإبراهيمي في صلاة فجر 25 من شباط عام 1994، اقتطع الاحتلال قسما من المسجد لإرضاء حقد مستوطنيه وعنصريتهم العمياء، وتم تقسيم الحرم زمنيا ومكانيا، ونصب الحواجز حوله وأغلق الطرقات ومنع الأذان ودنس محرابه في أعياد اليهود، ولتصل الممارسات الإسرائيلية إلى ذروتها باقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمسجد الإبراهيمي عام 2019، معلنا السيادة القصرية المزعومة عليه. وعلى الرغم من اتساع الخليل وامتداد أحيائها، إلا أن المسجد الإبراهيمي ما زال القلب الحي للمدينة والشاهد على تاريخها منذ آلاف السنين، ليحافظ الخليلي على مسجد خليل الرحمن وشهد العنب الذي سيشهد يوماً على زوال علقم الاحتلال من حياة الفلسطينيين.